تحديد. أقصى ما لديك. عندك اثنين يا ابو راح راحوا صاروا بخبر كان. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ معكم احمد او ابو ريام. هذا الفيديو هو عبارة عن 20 دقيقة تسجيل مباشر من مود الرش في باتلفيلد واحد او باتلفيلد وان اللي بتلاقوه مناسب. كنت العب انا وجيمرز ديوان وباد بي سي والمطرفي. راح تلاقوا روابط الشباب في الديسكريبشن. زوروا قنواتهم، طبعا اشخاص معروفين، جيمرز ديوان معروف، باد بي سي معروف، والمطرفي معروف. راح تلاقوا روابط الشباب في الديسكريبشن. المفروض كان اليوم انزل فيديو تحديث ابديت للقناه، اتكلم شوي عن القناه وعن المسار الجديد للقناه وشو راح يصير في بالقناه من خلينا نقول سلاسل جديدة راح تنزل في القناة والعاب جديدة، لكن اللي صار انه دخلنا وسجلت هذا الجيم بلاي فقلت خلينا نزله وبنأجل فيديو الابديت لبكرة اللي هو اليوم السبت. اتمنى تدعمونا في لايك شير وسبسكرايب اذا مش مشترك عنا في القناة. وهذا هو، كان معكم احمد او بريام، السلام عليكم. دولة غنية خلاص شعب. كل الحكومات غنية. كلها الله كلها عندك حكومات فاشلة جعانة. هاي بالمليارات بصرفوا الزعماء تعاونها. لقد فعلنا المتفجرات على الهدف اي. مين معنا هناك؟ انا فش مدير. انني امسك. كونوا حذرين. هذه الذخيرة. قوموا لا تخرج. انتبهوا. واحد جاي على البنك. استولينا على الهدف اي. الغابة مكان مجهول. حلو 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 يا حبيبي. يلا معك نيت شيء ما طفير. لا ما عندي شيء، ما عندي امو اصلا. وين ارمي وين قول؟ هذه الذخيرة في امو في امو في امو في امو. الذخيرة هناك. اصبر اصبر اصبر. زرعوا. تعال 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 عند البوم تعال عند البوم. شو اللي زرعوا؟ استولينا على كلا. منتظر توقف وابل نيران مدفعية العدو. اما مورتر يا ابو جو الله يقطع المورتر. والله المورتر واحد زمي شوي يتغلب فيه. من مين الشباك اللي يوصل البيت؟ هذا مطرف. اكيد مطرف. بعض ذخيرتي لك. طب ازرع يا مطرف. اصبر اصبر ما لعب ما شاء الله صار عدد الثواني اللي تحتاجها. انت دخلت جوا ايش تعمل؟ في اثنين في اثنين ما عندي. لا اطعمني في اثنين. فكر عليهم الباب. لقد اخ الباب ما يبغى يفتح. وين رايح؟ وين نزلت انا هذا؟ روح ال لا فين ترور؟ ترى كان حقي بس لقد عطل العدو متفجرات الهدف بي. كلهم يسوي لي في البلوك تلك انت. هذا عامل بلوك. ما اقدر توصل الباب. لا قاعد ازرع. جرني يا مصر. قنبله تخرج. وين وين؟ حذرين. ازرع.
ما اقدر اصبر عليك عشان كنت نار. مين معنا مدك؟ انا مدك. اصبر ولا ما اصبر؟ ليش نزلت؟ كنت تعمل ريفايف؟ اي عندك مدك بالله اللي محمدك. تعال ذخيرة التقطها. شو احنا بالله رميت اللي خلص تعلق فيك. اوه ورا مدفعية. قم لا تخرج انتبهوا لرؤوسكم. كيف؟ طيب انا ما اشوف شيء. اللي سار على الجبل ما اشوف شيء. اصبروا لوت بي ثاني نقرب له. لقد فحلنا المتفجرات على الهدف. بابا الخزائن. ما تشتوي زرعين. شو تسوي بس؟ أنا هذه الذخيرة تحمل وسطك. كيف يزول؟ لقد عطل العدو متفجرات الهدف. هذا أنا رامي سندي. دي بير تيرور خلي يطلع هذا فرق. اذا بدنا ننزل من هون شوف وين بنروح. اذا بننزل الله الوان كرب 40 شكلها شتوى والله. ممكن يكون فرق ما ادري ايش حاط اسمه الاخير بس اذكر كان اسمه تيدي بير اخر مره. هابي تيدي بير. يلا نشوف. هاي فرانك. لا هذا ما توقع برد. والله حشرينا في المكان هذا. والله اطلع هنا حاول اقدر فيهم. اقدر ولا بعيد؟ بعيد جدا. هذا مكان نقدر نعمل فلانك عليهن من هنا يا شباب. لا اله الا الله. روح مين يمين يسار؟ عند القصر. يسار مليانين يمين نقدر بعد. طيب خليني اجمعك. معي سلاح شت باكت. استنى روح يلا روح. لا طبعا سلاح الشت باكت تبع المخ تبع ال كمل طريق يا كمل طريق. ما ادخل معهم؟ اوه قليل الوقت. صار ثواني. استنى الديناميت بيشيله. تعال بكسر الباب الديناميت. يلا نايس. لقد استولينا على كلا الهدفين. رأكم جيش. انتظر توقف وابل نيران مدفعية العدو. انتبهوا. نو برا. بعض ذخيرة لك. ما يجي لما تقوم؟ انسى لما في القلب يا مطرف. ايوه في التنفس الصناعي. خلاص بعد بوزك عني بس. عدة الحارس. قم لا تخرج انتبهوا لرؤوسكم. ذخيرة هناك. ما يعبي نيت صح؟ تعبي بس بطول. بدك الصندوق الكبير اظن. معي هذه ذخيرة. التقط هذه الذخيرة.
بزرع ايه؟ الباكت جاي يزرع ياخذ سكور. ذخيرة من اجلك. روح ازرع بيها شو تبغى. خذ هذه الذخيرة. انشطر. نملفل. لقد فعلنا المتفجرات على الهدف. لا فك. انني القي قنبلة، انتبهوا. اوه غريب ما شفته هذا. وال وراك وراك ولف وراك لف وراك يا مطرفي. قنبلة تخرج، انتبهوا لرؤوسكم. لا تشبي لا ورانا فعلا. كل واحد ينزل عشان رسم عليه. اوكي تعال رسم علي. في احد ماسك الرشاشه اللي يسار الجسر. هاجم الاهداف الجديده. كان خذ الذخيره. ذخيرة التقطها. هذه قنبلة من اجلهم. ذخيرة هناك. التقط هذه الذخيرة. هذه ذخيرة. لقد فعلنا المتفجرات على الهدف A. ذخيرة من أجلك. شكرا لك. هذه الذخيرة تحمل اسمك. هذا وقت الريلود. هرب هرب هرب. بيت هذا سنتري. مشكلة اصلحي معايا رهيب هذا الهنري. مشكلة بس خم. بس خم زي الام جي زي المشين هذا المشين جام. حريق هذا خد رصاد. رصاد فتح والله رهيب رهيب رهيب. بطل. ايش مشكلته؟ مشكلته الامو حقه. نعم 60 بس بسخن بقول لك، وتضرب لك من طلقة بسخن. لا لا 60 و60 60 بس اذا خلصتهم خلاص. 60 60 صح. فك ليش طيب حط السلاح؟ ايش هذا؟ ليش بتكلوش؟ غباء غباء. ليش بنحط على 60؟ خلص يا مطرف اهدى. ربي انا كنت يا زلمه بزرع على جوازي جنبي قاعد بطلع. هذا نفس الموضوع. بدل ما يكبر قاعد بزرع زي بيسرق البوينت. حطلوش 60 تفجيرات الهدف بي. هذه ذخيرة من أجلك. والله فضيتهم. حب 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 حب. ثلاثة منيت. أنا مصاب، أحتاج إلى علاج. بالرح. جايين 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 جايين. بعض ذخيرة لك. لقد فعلنا المتفجرات على الهدف بي. ماشي المكان هذا المقرف اللي واقف فيه. شوف الشت باكت شوف الشت باكت. ذخيرة هناك. جت الله شت باكت رسمي. طك 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 طك. لعلك. اليوم ما شت باكت. يقول اللعبة خايسة ما بيشتريها.
والله لا قبل ستار بيوم يوم 17 اكتوبر كنا كلنا زيارة هاللعبة عملنا اجل اللعبة عجبتها شو سوى هذه الذخيرة شتوكة والله من جد حق ذاك التقط هذه الذخيرة يلا جو جو هاجم الأهداف الجديدة ماسك المشين جن ثابت ثابت ما ادري كيف وصلك طلع من الدرج كان يمين المبنى ذي الروينز حرام فاك يا رب ريفايف يا رب الله يلعن حط صرمة على راسي ذخيرة هناك اوه كليمور لقد فعلنا من ريفايف على الهدف بي ريفايف بعيد والمنطقة محشورة شت باكت وين؟ هاي وراه مال الشت باكت عامل التفاف والله الشت باكت حمس ازرار زرع البطاطا زرع الشوكولاته كيف يزرع كل شيء زرع كثير كل يبغى اللفل يبغى اللفل بس لقد استولينا على الهدف بي يا الله لو في بس بينت هذا السلاح قاعد بدافيز شكلك بدك تحكم ثلاثة عندك ثلاثة فوق الأمكن قاعدين كلهم بدافيزوا حاطين رؤوسهم في الأمكن إنني ألقي قنبلة من فوق تحت هاي طيرهم واحد من طيور على ورقة رسم طن طن مشكلة شكلك تعالي تمت رؤية مسعف للعدو واحد يوخر شيخ الرسم اوه حلو 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 قنبلة عصوية هذا القنبلة كنا في جيازامة حاطين حاجات عن جد ملهاش لزوم قصدي كلها عشان شكرا في اللعب يصير في فاريشن في استخدام الجنان ما يكونش كله نوع واحد في قنابل غاز في قنابل مش غاز يعني يطفشونك اكثر من شكل لا مش يطفشونك عشان يصير في فاريشن يا بعد وين بعيد في تنمية والله مش احلى سبونسر يا اخي انتبهوا قنبلة تخرج دفيز دفيز حلو 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 هاي ثلاثة شلتن شلتن دفيز الذخيرة بعدين مع قنابل الغاز كمان وين الشت باكيت وصل 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 الشت باكيت وصل وصلهم خلاص واحد انزل واحد انزل ما اقدر ازرع ليش؟ زرعت عندي طلبين علي والله نازل عليك هات ميدك هذا يا عمو طيب ميدك وينك خلص 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 ذخيرة من أجلك قد صبرت جاري يلقى قنبلة يدوية شجرني مورتر نايس ذخيرة لك قنبلة تخرج انتبهوا نايس فيكتوري شوف سير ستارت للراوتر ولا راح اجرب لعبه ثانيه اشوف ايش سالفه البنك 18000 ايزي ايه ذي السيرفرات ودع
بحكي صدق. شوف شيت باكت شوف. شيت باكت تعال. بدل مستمدك يحطون شيت باكت.